هذا يسأل عن، يقول كيف يستدل الإنسان أنه وفق لقيام ليلة القدر؟ يا أخي أنت عليك أن تجتهد، عليك أن تجتهد وتقوم ليالي رمضان، تقوم ليالي رمضان كلها، لأن ليلة القدر لم تتبين في أي ليلة، هي في رمضان أكيد، ولكن الله لم يبينها في أي ليلة، من أجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي رمضان حتى يكمل لهم الأجر، يكونون قاموا رمضان وقاموا ليلة القدر، حصلوا على الأجرين، قيام رمضان وقيام ليلة القدر. هذه هي الحكمة في إخفاء ليلة القدر، أن تجتهد في جميع ليالي رمضان من أوله إلى آخره، ولا سيما العشر الأواخر، فإنها أرجى ما تكون لليلة القدر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بأعمال لم يكن يعملها في العشرين الأول، لأنها أرجى وأحرى أن تكون فيها ليلة القدر، فعليك بالاجتهاد، والله جل وعلا هو الموفق. نعم.